على 108 تعال وقابلني على الهوا، وأنا وإنت نتحاور سوا. وفي أي موضوع أنت عايزه هنكون في نفس المستوى. وبدل ما تناقشوا بين صحابك عن نواصي والقهاوي وفي النوادي، في الشباب والرياضة تعال قوله، وأكيد هنوصل وياك لحل لما نتحاور سوا. قابلني على 108. انتصار غريب. المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا مرة تانية بنتقابل في قابلني على 108. معايا مجموعة من الطلبة عاملين مشروع هايل مش عايز احرقه، لكن في الاول عايزين اصدقائنا في البيوت وعلى صفحتنا على الفيسبوك قابلني على 108 يتعرفوا على سارة علي سنة تالتة، وخالد محمد سنة تانية، ومعاز محمد فوزي سنة رابعة في كلية تجارة قسم اللغة الانجليزية. في الحقيقة سارة كلمتني على التليفون بتقول لي انا ساره، مين حضرتك؟ ساره مين؟ حد اداني التليفون عايز اعرض عليكي فكره. طيب. مش عارفه عاملين مشروع واحنا في الجامعه. قلت لها واحده واحده عليا، بحسبها دكتوره. ساره دي مين دي؟ قالت لي احنا طلبه وعاملين مشروع وبندرب طلبه وبنتدرب، وقصه كده يعني بالنسبه لي انا غريبه. ساره انت الفكره بالنسبه لي انا بدت غريبه، لما قعدت معاكو حسيت ان هي اغرب. ازاي بدأت الفكرة ان انتوا تعملوا منظمة؟ ايه المنظمة دي يا معاز؟ المنظمة بتاعتنا هي نموذج الاستثمار وادارة الاعمال والاقتصاد، هي Association of Investment Business and Economics. هي فكرة عبارة عن شركة ادارة الاعمال. واحدة واحدة بقى كده علشان ايه؟ طيب الجمهور او المستمعين اللي مش فاهمين القصة يفهموا معنا. خلاص حضرتك عندنا دلوقتي شركة شركة وهمية. بنكون شركة وهمية. اي شركه ليها منتج. فاهميه بقى نموذج. نموذج. بيبقى لينا منتج. المنتج بتاعنا هو الاستثمار واداره الاعمال والاقتصاد. جميل. الفكره دي جت منين؟ كان في خمس طلاب سنه 2012 في كليه التجاره، ساره وشطا وساره فؤاد ومحمد عصام ومحمد محمد عصام. مش ساره دي؟ لا مش ساره علي. هم اتخرجوا خلاص. وساره توفيق. الخمس طلاب دول جات لهم فكره، هم كانوا منتشرين في جامعات كتير، في نشاطات طلابيه في جامعات كتير، بس عندنا في كليه التجاره ما كانش في حاجه اسمها نشاط طلابي نهائي. حبوا يكونوا بعض واتكلموا مع بعض وجابوا الفكره بتاعت ايب دي وحاولوا ينشروها، بس كان في صعوبات كتيره جدا واجهوها. ان هم كانوا عايزين يعملوا بدل ما يتخرجوا مش عارفين يشتغلوا بيعملوا نموذج للشغل. هقول لحضرتك الفكره اصلا في الاساس ايه. اي نموذج طلابي بيبقى ليه هدف. احنا كان هدفنا حاجه كويسه، ان احنا عايزين نقلل الفجوه اللي بتحصل ما بين الواقع الدراسه الواقع العملي والدراسه اللي احنا بناخدها. زي ما حضرتك عارفه احنا في الجامعات بنعمل ايه، بناخد حاجات اكاديميه بس. يعني بنشرح المواد من غير ما بنطبق حاجه، فاوريدي احنا بعد ما بنتخرج بنبقى مش فاكرين قوي، بيطلع نلاقي الدنيا مختلف. طيب انت الشباب اللي معاذ قال عليهم دول فكروا ان هم يقللوا الموضوع دوت ازاي. هيعملوا لنا ورش عمل هيشرحوا لنا فيها حاجات ليها علاقه بالتجاره انجليش اللي احنا يعني الجامعه بتاعتنا. عن الاستثمار اتكلمنا عن الاستثمار والاقتصاد
واتكلمنا عن ريادة الأعمال زي طلبة فنون مسرحية مثلا يعملوا مسرحية صغيرة مثلا يعني بيدرسوا ويطبقوا لازم يمثل يعمل مشروع تخرج معهد برضو السينما بيروح عامل مشروع فيلم تسجيلي انتوا برضو دم نظري 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 بدأتوا تعملوا كأني في شركة وانتوا شغالين فيها طيب. وبتتعلموا منها اللي حضرتك بتقولي عليه ده اسمه ستيميليشن احنا بنعمل كده اللي هي فكرة المحاكاة دي اي شركة في الدنيا او اي اورجانيزيشن كبيرة في الدنيا بيحصل فيها ايه ان هي بتكون مقسمة لجنتين لجنة تنظيمية ولجنة يعني بيبقى احنا عندنا اكاديمية زي ما قلنا الشركات او الحاجات دي بتبقى عندها دايما برودكت بتستهدفه بتبقى نازلة السوق بيه احنا البرودكت بتاعنا هيكون اكاديمي لان احنا طلبة تمام فاحنا متقسمين زي ما قلنا لجنتين اللجنة التنظيمية واللجنة ايه الاكاديمية دي تحتيها حاجات ودي تحتيها حاجات طيب بالنسبة لخالد خالد محمد انت في سنة تانية يا خالد تمام اصغر الاعضاء سنا الموجودين يعني دلوقتي في قابلني على 108 انت من سنة اولى معاهم في القصة دي كنت سنة اولى معاهم بالنسبة لك فرقت عن باقي زمايلك في الكليات التانية التجارة الأخرى يعني احنا كنا بنسمي تجارة الصين الشعبية كسرت عدد كسرت عدد الطلاب في كليات التجارة على مستوى الجمهورية يعني بتحس ان هي في فرق ان انت داخل من اول سنة بتطبق هي فرقت معايا علشان دخلت علاقات عامة دخلت علاقات عامة علشان كنت ناقص في علاقات عامة ايه في الشركة المصغرة او ورشة العمل بالظبط انا كنت داخل علاقات عامة علشان عايز احسن علاقتي مع الناس ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس في اي موقف بس لا اتعلمت من قريب حاجات كتير بس دي اقل حاجة تقريبا طب كويس انتوا عاملين لها مصطلح و لها لوجو يعني طبعا وصفحة على الصفحة فيها اكتر من 6000 ونص بس الشركة ديت ما يعني ما بتخرجوش مثلا اماكن تانية تشتغلوا هي زي مسرحيه زي ما قلنا المشروع التخرج بتاع طلبه فنون مسرحيه انتوا عاملين شركه لكن ما بتخرجوش بقى للعمل نفسه يعني هي عايز يعني ايه شركه تكون فعلا بتمارس العمل تستفيد منك تشتغل معاك الاستفاده الاستفاده دلوقتي انا هقول لحضرتك موقف وحضرتك ممكن تستخلصي منه الاستفاده دلوقتي كان في انا كنت شفت اعلان على الانترنت ان طالبين شغل في شركه ما مش هنقول اسمها بتاعت كمبيوتر بس مشهوره جدا موبايلات وكمبيوتر مشهوره جدا بس كانوا طالبين ناس متخرجه بس شباب متخرجين بس كليه تجاره وكليه هندسه وكليات كتير فانا قلت انا كنت في سنه تانية ساعتها في سنه ثالثه سوري في سنه ثالثه وقلت انا عايز بس اعرف الانترفيو بتاعهم ايه اللي بيتقال فيه انت في رابعه اخر سنه انا بس في رابعه بس انا كنت ساعتها في سنه ثالثه كان بقالي في قريب سنتين بس انا كان عندي فضول اعرف ايه اللي في الانترفيو بس انا عندي خبره تكفيني يعني انا واثق من نفسي قدمت على الوظيفه وبعت لهم السي في بتاعي بس شلت منه كلمه سنه ثالثه انا كنت عايز بس اروح بس اعرف ايه اللي بيحصل هناك رحت الشركه ودخلت الانترفيو ودخلت سكند انترفيو وكنت انا وخمسه أربعة متخرجين يعني اتنين انترفيو اتنين انترفيو عديت الأولاني والتاني وكنت أنا وخمسة أربعة منهم متخرجين وأنا الخامس والراجل اللي بعد يعني الانترفيو الأولاني كان مع HR والانترفيو التاني كان مع CEO الراجل قال لي أنت إزاي لسه طالب إزاي لسه طالب دي بقى ما كانش مصدقها بناء على الخبرة اللي أنا خدتها من قايب طيب دلوقتي إحنا اتكلمنا عن الخمسة طلبة اللي بدأوا المشروع بدأوا المشروع إزاي وتقدموا بيه لمين والاساتذه الافاضل الدكاتره بقى اللي تبنوا هذا المشروع ده هنتكلم عنه بعد الفاصل وهنتقابل تاني في قابلني على 108 We'll be right back.
مش بنمل بنزيد ومش بنقل طول ما احنا مش بنمل واما نهارنا يهل هيلاقي ناس تحميه لحظة شروق الشمس لحظة غروب اليأس لحظة شروق الشمس لحظة غروب اليأس ننسى دموع الأمس بين الألم والطويل مرة تانية وبنتقابل في قابلني على 108 وعلى صفحتنا على الفيسبوك قابلني على 108 هيكون لنا برضو لقاءات. النهاردة معايا مجموعة من الشباب سارة علي سنة تالتة كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية وخالد محمد سنة تانية كلية تجارة قسم لغة إنجليزية ومعاذ محمد فوزي سنة رابعة. انت معاذ يعني فاضل لك زلطه وتاخد الشهاده لكن انا بقول يعني تجاره طب انا يا جماعه يعني معلش انا خريجه اثار ما ينفعش اجي ولا ايه؟ لا طبعا خدوني معاكم يعني لا طبعا احنا ينفع يعني الكليات الثانيه تبقى معاكم؟ عندنا في النموذج حوالي اكتر من 8 كليات اعضاء من 8 كليات تمن طلاب من جميع الكليات دي. في عندنا هندسة عندنا حقوق عندنا أداب عندنا جامعات خاصة بيجوا عندنا. لما بيجوا يا معاذ بتحاول تفهمهم الأيب ديت إيه عبارة عن إيه؟ هم قبل ما بيجوا إحنا عندنا فريق عمل بيطلع كل سنة في بداية السنة بنلف الجامعات كتير وكليات كتير ونفهمهم إيه أيب إيه أيب دي نقول لهم ده نموذج استثمار وإدارة أعمال واقتصاد ونفهمهم التفاصيل وهم من خلال هذا الفريق بيجوا معنا ويسجلوا عندنا الاشتراك. طيب مش رحة خالص. نموذج الاستثمار وإدارة الأعمال والاقتصاد إحنا عندنا أيب دي زي شركة الشركة دي ليها منتج الشركة ليها لجان. أول حاجة قبل المنتج نتكلم عن لجان الشركة. الشركة عندنا 8 لجان عندنا HR تنمية بشرية BR علاقات عامة وFR جامعة تبرعات وفاينانس حسابات وميديا ومنسقين كوردينيشن ولجنة التصوير فوتوغرافي ولجنة المدربين ترينرز. طيب الهيكل ده كله محتاج لإدارة كبيرة محتاج لعقول كبيرة كمان. احنا كنا قلنا قبل الفاصل ان احنا هنتكلم عن الأساتذة والدكاترة اللي معاكم بيشرفوا عليكم بيعملوا ايه علشان يوصلوا الفكرة وعشان شركة زي كده تبقى داخل الجامعة وبتدرب الطلبة على الممارسة العملية. ممكن خالد بقى نديله فرصة مش عشان سنة تانية يعني. طيب احنا كان معنا السنة اللي فاتت دكتور ممدوح عبد العليم ده كان مشرف الأكاديمي بتاعنا تمام. وكان برضو دكتور فريد محرم بيساعدنا من السنة اللي فاتت في القسم نفسه في الكلية دكاترة عندنا في كلية تجارة انجليش تمام. السنة دي معنا كمان دكتور فريد محرم بقى النسق الأكاديمي بتاعنا بيساعدنا في الإدارة وبيساعدنا كمان في التصريح. في التصريح بنحاول ناخد عشان ناخد إمضاء الناس التانية ناخد إمضاءته هو كمان عشان بيسال الإمضاءات اللي بعدين. والجامعة مدياكم مقر للشركة ديت أو للمنظمة اللي انتوا بتشتغلوا من خلالها؟ هو بيبقى لينا مقر لما نيجي ننزل نعلن عن البرودكت بتاعنا بس المنتج بتاعنا. غير كده لا احنا ما بنبقاش موجودين بنبقى موجودين برضو في الجامعة بس ما بنبقاش ظاهرين نبقى شغالين اكتر عن الورش العمل اللي احنا بنديها. يعني قصدي مش مدياكم ادارات مش مدياكم قاعات معينة. اتفضلي يا سارة. بصي حضرتك هو احنا بننزل بيبقى في وقت معين بننزل في حاجة اسمها تقديمات او ريكروتمنت هما بيسمحوا لنا بان احنا يكون في حاجة اسمها بوس مكان بيجي عندنا الطلبة بياخدوا مثلا البوست ده مكتب انا عايزه يعني ترجمه لكل المصطلحات عشان برضو اللي مش مستوعب هو عامل زي مكتب كده تمام بييجوا ياخدوا ابلكيشن استمارات بيملوها بيختاروا اللجنه اللي هم مثلا عايزين يخشوا فيها وبنعمل حاجه اسمها انترفيو ده اي طلبه ده اي طلبه من اي كليات ما احنا زي ما حتى لو خارج جامعه عين شمس زي ما كان قال لحضرتك ان احنا بنطلع بره بنفهمهم ايه هي اي فبيجوا معانا او بيجوا لنا بعد في رسوم يا ساره يعني الطالب بيدفع لا خالص
احنا اصلا منظمه غير هادفه للربح، احنا يعني كل دوت طيب. تطوعي في دعم من الجامعه. الدعم بيكون بس شكل ان هم بيدونا التصريحات مش اكتر من تصريحات القاعات بس انما مش دعم مادي لا هو بس القاعات. هو احنا كنا السنه اللي فاتت واللي قبلها بناخد قاعات بصعوبه شويه، السنه دي احنا في صعوبه اكتر ان احنا ناخد قاعات عشان في كورسات كتير قوي في الجامعه، فاحنا لغايه دلوقتي مش بنحاول ناخد القاعات السنه دي لغايه دلوقتي لا ما لقيناش لسه، بس ادينا ماشيين في التصريحات وربنا يسهل ان شاء الله. طب مش ممكن مثلا تتقدموا بطلب يا معاذ لوزاره الشباب تساعدكم تديكم في مراكز شباب تديكم؟ قدمنا طلب لوزير التعليم عشان نشوف في مدارس حتى درجة ان احنا نشوف قاعات في مدارس، بس ظروف البلد الحاليه ما 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 بس وزاره الشباب ممكن عليه. وزاره الشباب تتعاون وزاره الشباب لان اساسا وزاره الشباب بتعمل كورسات وبتعمل دورات تدريبيه، فيبقى اطرحوا عليها الفكره. يبقى هنطرح واحنا من البرنامج يعني في قابلنا على 108 بنقول وزاره الشباب تعاون بقى، يبقى في لينك بين وزاره الشباب وبين الشباب بقى في كل الاماكن في الجامعه وفي مراكز الشباب وشباب حتى العمال، وتبقى يبقى شيء ظريف. خلاص ان شاء الله هنقدم على الخطوه دي ان شاء الله. على 108 دايما عزيز الشاب عزيزتي الشابة مع الشباب الجميل طلبة الواعدين، مش عايزين نقول بقى ان الطلبة ذاكر يا ابني وعشان تجيب مجموع. احساسك ايه يا سارة كده لما ماما تقعد تقولك ذاكر يا سارة عشان تجيبي مجموع حتى لو انت مش فاهمة يعني القصة دي؟ طبعا انت تخططيها بالمشروع الهايل بتاعك التدريبي دوت، لكن بيبقى احساسك لما انت شايفه ان فكره التعليم ان انا ذاكر عشان اجيب مجموعه؟ بصي والله انا اصلا بتقابلني مشكله اللي هو ذاكري ذاكري ذاكري، احنا عايزين نفهم اكتر من احنا بنذاكر واحنا مش فاهمين. بس احنا بنعمل اللي علينا وبنذاكر وبنحضر الحاجات بقى اللي زي اي بديت، وفرت لنا فرصه ان احنا نبقى فاهمين اكتر وحابين يعني الدراسه اللي احنا بندرسها. احنا مش بنعمل تطبيق وخلاص، لا احنا بنقضيه كمان بشكل فيه فان شويه،
بنتعرف على ناس بنستفاد اكتر كده. فانا دلوقتي لما بقيت ماما تقول لي ذاكري ذاكري خلاص حاضر هذاكر وبذاكر فعلا وبحاول ان انا كمان اخش في نشاطات تانية. انت سارة علي انت في سنة تالتة بتجيبي تقدير؟ يعني الحمد لله. لا والله تقديرتنا كويسة يعني الحمد لله جيد. هو اصلا جيد جدا دي في عين شمس صعب فيعني جيد مرتفع حاجات قبل جيد جدا دي كويسة يعني. عين شمس انا عارفة ان هي صعبة دايما يعني لا بس هو كده كويس يعني قبل جيد جدا بشوية ده حاجة كويسة قبل. بس ان انت تبقي خارجة معاكي شهادة خبرة من الجامعة ان انت اكتستي دورات تدريبية وورش عمل في التخصص بتاعك ده بيأهلك ان انت تشتغل برا كويس. بيسألوا اصلا في سيفيهات على الحاجات دي بيسألوا احنا عملنا ايه في الجامعة صح ايه اللي يعني احنا كتير اوي زي ما حضرتك قلت من شوية تجارة سين عاملة زي سين بالظبط السين الشعبية. السين الشعبية احنا عشان احنا اثار كنا الدفعة كلها مفيش ده غير العلمك عشان يعني زي ما حضرتك قلتي بكده احنا بنحاول نميز نفسنا هنميز نفسنا ازاي نخش حاجات كتيره ليها علاقه بمجال دراستنا وناخد فيها خبره وشهاده. طب معاذ محمد انت سنه رابعه بالظبط يعني شويه معاذ وتتخرج هتستمر معاهم ولا انت يعني كده الصله بينك وبين ال عايز اقول لحضرتك حاجه احنا عندنا فريق 2000 وفريق العمل بتاع 2012 الخمسه لا الخمسه وكمان كان معاهم مساعدين كتير يعني وصلوا للفريق اللي كانوا ساعتها اللي اتخرجوا دلوقتي من فريق عمل 2012 حوالي 20 واحد تقريبا ده اللي انا قادر اتذكرهم ودلوقتي ال 20 واحد كلهم بيشتغلوا وال 20 واحد كلهم معانا ما شاء الله بيدربوا الناس احنا عندنا يعني انا متطوعين بالظبط يعني انا كنت دخلت في 2012 اتعلمت معهم ف 2013 بقيت انا اللي اعلم الناس 2014 الناس اللي علمتها بتعلم اللي تحتيهم. طب معاذ معلش يعني سؤال يعني الفكره دي بداها الطلبه تبناها بعد الدكاتره الاساتذه في كليه تجاره عين شمس قسم اللغه الانجليزيه والجامعه مشكوره بتديكوا اماكن قاعات بتدربكم عملتوا زي شركة مصغرة او منظمة كده كأنكم انتوا فعلا في بورصة بالظبط انتوا في بورصة يعني انتوا عاملين هيكل بورصة طبعاً. بالشاشات بكله طبعاً. بمكاتب كأن فعلا انتوا ناس هتشتغل في الماركتينج او التسويق هتشتغلوا في الاستثمار البورصة العادية لكن استمرارية هذا المشروع ايه اللي يضمنها؟ ما حضرتك اقولك احنا عندنا مبدأ اللي هو نقل الخبرات ازاي؟ انا دلوقتي طالب في سنه رابعه علمت طالب في سنه ثالثه يعني المشروع ده هل هو من اولويات الجامعه حطته في المخطط بتاعها لا لحد دلوقتي لسه ولا هو ودي كده ومشروع لحد دلوقتي طليعي من مجموعه ممكن المجموعه دي تنشغل ممكن المجموعه دي تسافر ممكن الفكره مش في المجموعه لان احنا زي ما هو معاذ قال لحضرتك احنا بننقل الخبرات بتاعتنا لبعض اللي هتعلمه النهارده بكره في غيري 2 3 10 انا اتمنى عارفين. ان ده يبقى سيستم موجود عندي في جامعه عين شمس وغيرها من الجامعات يبقى جزء من التعليم من العمليه التعليميه ورش تبقى ثابته كان في زمان اللي هو دلوقتي مش ثابته خالص احنا بنتمنى كده يا ريت كان في التعليم التاهيل في التعليم الثانوي كان في حاجه اسمها مدارس التاهيل التاهيل المهني فبتبقى ان انت الورشه مرتبطه بالمدرسه في التعليم الصناعي وهم عملوا وزاره جديده ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا ان تبقى وزاره مستقله للتعليم يا ريت نتمنى ان احنا نتثبت في الجامعه بس هو لغايه دلوقتي لا احنا ما تثبتناش احنا قايمين على مجهودنا الذاتي بنصرف على نفسنا يعني لو محتاجين فلوس نجيب اجهزه او معدات بنطلع كل واحد بيطلع من جيبه فلوس خاصه بيه لكن ما بناخدش اي تدعيم من فلوس من حد او حتى ثبتنا يعني انا حاولنا حاولنا بس طب ان شاء الله مع البرنامج القادم ان شاء الله يا رب يوم سهل احنا ده املنا القادم احنا نثبت في الجامعه مشروع طبعا لازم نثبته عاوزين نثبته باسمنا ما حدش يقدر ياخده مننا ما حدش يقدر ياخد الفكره مننا بس انت ضامن الوظيفه يا معاذ ان شاء الله ان شاء الله بناء على بعد يعني ربنا ما يشاء بناء على الخبره اللي خدتها والخبره اللي الناس اللي قبليه خدوها وكلهم خرجوا اشتغلوا في معظم الشركات والبنوك فانا ان شاء الله وانا اصلا في طالب كنت بشتغل في كذا شركه فان شاء الله خير يعني انا لفت نظري كلمه قالها خالد محمد وفي سنه تانية بيقول انا ما كنتش بعمل علاقات مع الناس هو شكله طيبه شكله بيهجر كده فدخلت علاقات عامه يعني شوف انتوا عاملين تدريب عملي مثلا طبعا في الحسابات وفي الكمبيوتر
ولا انا بلخبط؟ لا مظبوط. هو عندنا تنمية بشرية وعلاقات عامة جامعة تبرعات وحسابات وميديا ومنسقين وتصوير مدربين. ده اللجنة التنظيمية. يعني اللي بيلاقي نفسه في حاجة بيدخلها. لا هو خالد عمل ايه؟ اتعملت يا خالد لقيت الحاجة اللي ناقصاك عايز تتعلم رحت داخل فيها. بس قبل ما يخش وبيعدي على الانترفيو عشان نشوف الانترفيو ده بيحدد شخصيته هل تسمح يشتغل في المكان ده ولا لا. هو ممكن يكون نفسه بس شخصيته ما تسمحش، فاحنا بنحدد له ايه الانسب له. طب انت استفدت بكم في المية كده خالد؟ اتغيرت بكم في المية؟ لا هو لو على التغيير انا اتغيرت كتير. بس كم في المية؟ يعني مثلا احنا عندنا في ايب انت بتستفيد على قد ما بتشتغل. فانا اعتقد ان انا استفدت بنسبة 90%. بتهيألي يا خالد يعني انت دلوقتي كنت على الفيسبوك تبعت بوستات وصور ومش عارف ايه، دلوقتي بتنقل خبرتك لزمايلك حتى اللي في الدول التانية. تمام. ده بيبقى افضل ان انت طالب وبتمارس حاجة وبتتعلم حاجة، فعندك حاجة تقولها، مشروع فكرة. قضية فكرة. فكرة لازم بتتنقل من جيل لجيل. بصراحة انا سعيدة جدا طبعا بالتجربة دي، وكنت اتمنى ان هي كانت تبقى في جيلي، يعني ان انت فعلا بتعمل حاجة. لكن الجانب بقى الترفيهي مفيش بتعملوش امسيات ندوات؟ هو احنا الشعراء مالهمش مكان عندكم ولا بيجوا في الكونفرنس؟ والله في الكونفرنس في المؤتمر يعني او في الافتتاح. لا مش في الكونفرنس، انا اتلخبط. حاجه اسمها اوبننج او كلوزنج اللي هو افتتاح وافتتاح، بتعملوا على الهامش حفله زي حفله كده، بنعزم فيها وبندعو فيها الشعراء، شخصيات معروفه، اي حاجه. طيب مش الاعضاء عندكم ممكن يكونوا طلبه برضو بتوع اداره؟ اي حد اي حد لكن موهوب برضو ما يمنعش ان هو بيدي حسابات وبيغني. عندنا طالب افتكره واتخرج اسمه احمد حسين. ده دايما مشهور بشعره في الحفلات دي. وعبد الرحمن شاكر طالب معانا برضو، هو الرئيس الحالي للمنظمة، برضو مشهور بشعره. هو المفروض كان يبقى معانا عبد الرحمن شاكر بس هو اعتذر عشان عنده ظروف خاصه. وعندنا غاده بتغني، عندنا مواهب. تمام. يعني سبع صنايع ان شاء الله ده ضايع. لا ان شاء الله حسابات تلاقي، بورصه تلاقي. لا طبعا اللجنه الاكاديميه كنت عايز اتكلم بس عليها في سريعا. أوكي. احنا بنقدم اللي هو المنتج الشركه في اللجنه الاكاديميه، ستوك ماركت، محاكاه البورصه، ورش عمل في الاقتصاد، ورش عمل في التسويق، ورش عمل في محاكاه البنوك، ورش عمل في رياده الاعمال. هو ده منتج الشركه بتاعتنا. بتيالي اي اقتصاد لاي دوله بيقوم على الحاجات دي. بنتقابل على 108 مع شباب واعد، شباب بيدير الحياة بأسلوب جميل، وزي ما قالت الأغنية يعني احنا عايزين ننتج وخير بلادنا يبقى معانا ونرجع تاني دولة منتجة. وده هيجي بإيه؟ بقول الشباب ولا يا معاذ؟ طبعا بالعمل والجد في العمل والاجتهاد، ان شاء الله البلد ترجع تاني احسن من الاول بكتير. انا حاسه ان انتوا ايه فعلا يعني في الايب. شوف انا حفظتها. طب قول لي بقى، قول لي الاختصار، قول لي الاختصار بتاعك. هي اختصار لي Association of Investment Business and Economics، نموذج الاستثمار واداره الاعمال والاقتصاد، ايب. بس كده. تمام. يعني في يوم من الايام دي هتبقى شركه؟ انت بتحلم ان هي تبقى شركه بجد على الواقع؟ طبعا احنا بنحلم، بس احنا دايما شركتنا هدفنا غير هدف للربح تماما. بنعلم ببلاش، شركه تدريبيه. بنعلم ببلاش، بننقل خبرات. يعني انا من ساعه انا كمعاذ كنت في اولى
مش عندي معرفش اي حاجه في الكليه مش ماليش اي هوايات جبت مقبول ما كانش ليا نفسي في اي حاجه. جيت سنتين لقيت المكتب الاعلانات بتاع ايب واقف في الجامعه تاني يوم كانوا تاني يوم يبتدوا هما عديت عليه قلت لهم انتوا بتعملوا ايه كنت بهزر وبتبيعوا ايه هنا وبتاع كنت بهزر جدا مش عارف اي حاجه. قال لي طب بس املى بس الورقه دي وخش الانترفيو وشوف احنا بنعمل ايه. ومن ساعه ما مليت الورقه دي وانا حياتي متغيره تماما 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 الى الجد والعمل طبعا كلها بقت شغل وكلها يعني لا بس برضو جد وعمل وانتوا برضو بتعملوا ترفيه طبعا بس ما بقتش اللي هو ترفيه بس انا كنت حياتي ترفيه بس دلوقتي بقى عندي جزء ترفيه وجزء عملي مهم جدا غير شخصيتي بقيت انا بتعلم بحاول اتعلم خبرات في كل الم خبرات من كل حته في جميع المجالات بحاول انقل الخبرات دي لطلبه اخرى وهكذا. بتحس ان سوق العمل كده بيقرب منك طبعا أكتر. احنا بنقدم رساله بدل ما بتبقى متخرج الكلمتين اللي في الورق مش هم اللي هتشتغل بيهم حضرتك يعني والواحد بيبقى فاشل وهو حاسس انه مظلوم صدقيني صدقيني الناس اللي بتجيب تقدير وما عندهاش المهارات الكافيه ما بيعملوش حاجه في سوق العمل ويبقى حاسس انه مظلوم بالظبط لكن هو مش مظلوم هو في حاجه عنده كانت ناقصه وهو مش واخد باله احنا بنحاول نوجه الطلب اللي هو ياخد باله ان انت ناقصك المهارات المهارات والخبرات دي. طب انت عارفه حضرتك ناس كتيره اصلا حبت الجامعه بعد ما دخلت ايب لان هم اوريدي عرفوا المجالات اللي هيشتغلوا فيها احنا ما كناش فاهمين احنا هنخرج هنلاقي ايه يعني. طب ساره بالنسبه للبنت يعني هي طبعا من المؤسسين الخمسه هنقول اساميهم تاني دلوقتي في واحده اسمها ساره برضو ثلاث بنات ثلاثة اسمهم ساره ساره فؤاد وساره شاطه وساره توفيق ومحمد عصام ومحمد عصام يعني من الخمسه المؤسسين ثلاث بنات ثلاث بنات طبعا ما شاء الله وساره رابع واحده هي ساره عالية يعني هم النموذج انتوا عاملين زي البورصه نموذج. بصي حضرتك بتبقي عامله ازاي وانت قاعده كده وانت بنت رقيقه ولطيفه وقاعده ويعني متخيله نفسك انت بعد كده فعلا هتشتغلي ببورصه حقيقيه. هل ده بالنسبه للبنت انا حاسه ان انت سعيده قوي بالموضوع هل ده شيء مناسب مجال مناسب؟ طبعا يعني ليه لا ليه مثلا البورصة هتخض منها ليه وانا بنت دي حاجة حلوة جدا وفي ايب اصلا يعني انا هحب الموضوع زيادة انا اوريدي بتعمل بقى معايا حاجة اسمها فيك ماني فلوس كده يعني مزيفة ببيع وبشتري اسهم وفلوسي بتزيد وبتعلى وبعيش الجو كامل انا لو خرجت من ايب وروحت قعدت في بورصة مش هحس باي اختلاف صحيح. واللي بيشرف علينا مثلا او الشباب اللي بيعلمونا ناس فاهمة ناس اخدت كورسات في الحاجات دي اتدربت فاللي هو نموذج تمثيلي شغالين في شركات بورصه حقيقيه المدربين بتوع وفي العلاقات العامه بالنسبه لخالد يعني انت خالد برضو بتتدرب لو انت في مكان في علاقات عامه مكان بيزنس وانت تشتغل في العلاقات العامه ازاي بيكون الشغل؟ هو انا كعلاقات عامه السنه اللي فاتت كنت ممبر في العلاقات العامه كنت عضو السنه دي بقيت نائب المسؤول عن العلاقات العامه. طب الزباين بيبقى طلبه برضو ولا بتتعاملوا مع ناس من بره؟ من بره ومن جوه يعني مثلا كلنا طلبه تعاملاتنا جوه احنا بنعرف الناس ايه هي ايب ده العلاقات العامه اللي بتعمل بتخلص تصاريح بره بنكلم الناس اللي بره يعرفوا ايب بنروح كذا كليا نعرف الناس ايه هي ايب بس ده دور العلاقات العامه. يعني قصدي في التدريب يعني لو قلنا بتوع معهد فنون مسرحية ومعهد سينما زمايلهم بيمثلوا ده بيخرج وده طيب انتوا بتجيبوا برضو طلبة الاعضاء اللي معاكم بيمثلوا دور الزباين دور المتعاملين دور طبعا في ده في الحالة قصدك في البورصة طبعا كله طلبة مدربين واصحاب اسهم كل اعضاء البورصه بيبقوا طلبه. في حد بيدي درجات مثلا ان طبعا في الجان بتحكم الكلام ده وفي مسابقه بتتم في الاخر خلال مؤتمر كبير جدا في اخر كل سنه المؤتمر ده بيبقى خاص بالبورصه او البنوك او التسويق. يعني في خبراء في المجال اللي هم بيمارسوا العمل او الخبراء اقتصاديين اصحاب شركات بيشاركوا معاكم في طبعا في لجنه بيبقوا معانا في المؤتمر الاخير عشان يبقوا في لجنه الحكام وبيختاروا الفريق العمل الفائز وبنديله جايزه او بندخله مسابقه كبيره على مستوى الجمهوريه. بياخد شهاده من الجامعه طبعا بياخد اي طالب عندنا في المنظمه من اصغر واحد لاكبر واحد بياخد شهاده خبره ممدوده من جامعه عين شمس. والخبراء الاقتصاديين دول ممكن بيلقطوا بقى الشخص تعالى اشتغل يعني معاك عندنا كذا مره حصل طب ما دي فرصه يا جماعه للشباب ده مش عارف والله اللي ما دخلش اي في جامعه عين شمس يبقى ما دخلش الجامعه. في خبراء بورصه في خبراء بورصه من اللي بيشتغلوا الكبار اللي بيشتغلوا في البورصه بيجوا يساهموا معاكوا في الاشراف او
طبعا تقييم في بيدونا الاشهر. في كذا شركة خاصة من المدربين بتوعها خبرة كبيرة جدا في البلد، بيجوا يدربونا في بداية السنة واحنا بنكمل المسيرة. طب الدكاترة، أنا حابة أشكر الدكاترة طبعا، طبعا دكتور فريد محرم ودكتور ممدوح عبد العليم، متطوعين طبعا. طبعا مش قادر يعني، بيسهلوا لنا ورق كتير قوي بعد امضتهم، امضتهم بتحط على الورقة هنا وبعد كده الورق بيمشي عشان اسمهم كبير قوي في الكلية عندنا في جامعة عين شمس. أيوة طبعا، مع العميد ورئيس الجامعة، يعني القصة بتبقى منظومة متكاملة. منظومة متكاملة في الجامعة كلها، بنحاول ننشر الفكرة بحيث طلاب الجامعة كلها من أول ما بيدخلوا سنة أولى بنحاول نعلمهم ونقول خبرتهم قبل ما، زي مش إحنا يعني، أنا لما دخلت الجامعة في أولى محدش قال لي في حاجة، قبل ما لقيت حاجة كويسة كانت أيب، كانت في سنة تانية، كانت أول مرة تخش الكلية عندنا حاجة زي أيب. إحنا دلوقتي دخلنا الكلية وبنحاول ننشرها من أول سنة أولى. طيب خالد محمد، انت في سنة تانية، خالد انت حاسس، احنا اتكلمنا عن انجازاتك انت، يعني ان انت اتعلمت حاجات، تمام. كسرت حاجز الخوف والقلق بقى من المجتمع، بالنسبة لأيب نفسها عملتوا ايه السنة دي او السنة اللي فاتت؟ يعني انت في سنة تانية، تمام. خلال السنتين اللي انت كنت فيها دي، ايه الانجازات اللي حسيت ان الناس دي عملتها؟ احنا السنة دي في ايب عملنا اكونتس على تويتر حساب وانستجرام على التويتر. بالظبط، وعملنا ويب سايت لينا، موقع الموقع على الانترنت بتاعنا ibegypt.com. ده بصراحة احنا تعبنا كلنا فيه، ده كان بالنسبة لي أكبر إنجاز عملته في أي. رحنا تعريف، يعني بيبقى بيعرف بيكم وأماكنكم والجامعة. بيعرف بينا وإحنا إحنا إيه، إحنا بنعمل إيه أصلا، بنعمله إزاي، كل حاجة عننا هنلاقيها على الويب سايت ده. إحنا كمان السنة دي خلصنا اللجنة التقديم بتاع اللجنة التنظيمية واللجنة الأكاديمية، خلصناهم خلاص الحمد لله. بنبدأ نكلم الناس، والحمد لله الدنيا ماشية. طيب هل بقى المنهج النظري ماشي مع الكلام ده، ولا المناهج في سكة وانتوا في سكة لا طبعا طبعا مرتبط، بس المنهج النظري ما بيفهمنيش قد ما بيفهمني العملي. لما اشتغل بايديا انا بتعلم اكتر بكتير، بتقن الخبرة اللي انا باخدها. يعني انت حاسس المناهج اتطورت؟ انا من فترة استضفت بصي برضو طلبة حضرتك، قالوا لي المناهج في حتة تانية، واحنا بنشتغل بره في حتة، يعني مفيش. واحنا عندنا كل سنة ناس جديدة بتيجي تتعلم الناس اللي بيجوا لا انا يقدموا. بتكلم عن المنهج اللي انت طبعا بتمتحن فيه كل سنة رسم. بيجددوا المنهج. تمام. حضرتك تقصدي الحاجات اللي عندنا في الجامعة، المواد اللي احنا بندرسها اصلا المواد في الجري. بتدرسيها في بتمتحني احنا فيه. الماركتنج اللي هو التسويق ده مادة اساسية عندنا، كانت في سنة تانية وعليها، يعني احنا عندنا 6 مواد. والبورصة احنا خدنا الستوك والبوندس اللي هي السندات والاسهم، اخدناه في المحاسبة، وهناخده تاني في سنة رابعة، يعني اخدناه في سنة وده تانية. بتطبقوه في النموذج اللي هو التمثيلي، ما احنا بقى احنا عايزين عندنا نقول انتوا بتعملوا حاجة زي تمثيلية كده، يعني في بالظبط احنا بناخده طبقوا فيها اللي انتوا بتدرسوه. ده يعني احنا بره ايب احنا بناخده في الجامعة. ايب بقى فكرنا ان احنا نجيبه وندرسه بشكل متوسع اكتر، يعني احنا في الجامعة اتكلمنا عن الاسهم والسندات بشكل ضيق قوي، احنا مش فاكرة حاجة. انما دلوقتي لما بقعد وبشوف السهم وهو طالع وهو نازل وببيع وبشتري وبكسب وبخسر، انا عمري ما هنسى اكيد. بس ده اللي احنا بنعمله في ايب. فكره الماركتنج التسويق احنا خدناه دراسه، مش فاكرينه. انما لما اديكي برزنتيشن سكيلز، مهارات التحدث، التكلم، ازاي تتكلمي، ازاي تعرضي فكرتك، ازاي تتكلمي قدام شركات كبيره. انا خرجت طالب ممكن في سنه اولى او سنه ثانيه او على حسب السنه اللي هو دخل فيها، هو فاهم كويس قوي، يعني لما هيخرج يشتغل او يتكلم عارف، عنده البرزنتيشن سكيلز ديت. بس انا بصراحه انا مستخسره ان ما يبقاش فيه طبعا الخبراء الاقتصاديين اللي بيجوا، او اصحاب الشركات، او الخبراء اللي بيجوا من البورصه، شيء جميل، والاساتذه الاكاديميين حلو يعني. لكن انا كنت نوهت عن علاقه مثلا مع وزاره الشباب، مع وزاره البيئه، يبقى حلو برضو، مع وزاره الاقتصاد، وزاره الاستثمار، بحيث يبقى فيه قنوات اتصال، تبقى المؤسسات ده هي في الدوله عارفه حاجة زي كده، بتوسعها وبتتبنيها وبتعمل لها يعني دعم، وبتعمل لها مشاركة، مش ده يبقى أفضل؟ احنا مهمتنا يعني، مهمتنا الفترة الجاية ان احنا نحاول نوصل فكرتنا لأكبر عدد من المسؤولين،
عشان احنا بقى لنا سنتين ودي السنه الثالثه، فاحنا كنا لسه بنشوف ارضيه على الارض كده نقدر نتمكن ونتكلم من خلالها، ونقدر نتكلم بعد كده في التلفزيون او في الراديو زي مع حضرتك او على الانترنت. مهمتنا الفتره الجايه ان احنا ننقل فكره ايب المسؤولين كلهم ووزراء كتير، عشان الفكره دي صدقوني والله كنز. ما احنا بنقدم حاجه الطلاب اللي بيقدموها وببلاش. طيب معاذ، انتوا طبعا بتدرسوا المحاضرات النمطيه بقى طبعا كل يوم كل يوم، بالنسبه لايب اللي هي انتوا عاملين زي نموذج شركه كده في بورصه في تدريب على التسويق، يعني المناهج بترجموها لورش عمل، ورش عمل نشتغل بايدينا، كانوا بتمثلوا ان انتوا بتشتغلوا فعلا هتعملوا ايه بإيدينا. وتستفيدوا ازاي، وبترجموا الخبره النظريه دي لممارسه عمليه. طيب بتعمل يوم جمعه بقى ولا يوم سبت؟ اه بالظبط، احنا بنعمل كل جمعة. يوم جمعه عشان بيكون يوم اجازه للطلاب، بنعمله يوم جمعه وبندي يوم ورش العمل. واحنا هدفنا الاساسي في ايب ان احنا بعد ما تتخرج يكون عندك الخبره الكافيه ان انت تشتغل على طول. طيب سؤال ساذج، يعني الدفعه كام وكم واحد من الدفعه اشترك معاك؟ لا هو مش الدفعه كام، احنا بنقول احنا مش الدفعه، احنا بنتكلم على جميع المستوى الكليات. جميع. طيب انت حاسس اي فيها قد ايه؟ عددكم كام؟ اي فيها حوالي من 450 ل 550. هل دي نسبه كويسه ولا جدا؟ احنا من اعلى نسب الطلاب الموجوده في على مستوى الجامعه في النشاطات الطلابيه. يعني الجيل فعلا حابب انه يتعلم يا ساره. انا حابه اقول لحضرتك اصلا احنا ما شاء الله في سنتين قايب عامله انجاز جامد جدا، يعني احنا ثابتين نفسنا على الناس بقى لها 17 و19 سنه في الجامعات التانية. جامعه القاهره فيها مودلز كتير، لكن قايب ان الناس بتبقى اول ما بنفتح الريكروتمنت التقديمات في اقبال فظيع جدا. احنا اصلا السنه ندخل ناس تاني اكتر، بس المشكله في عدد القاعات والحاجات دي تبع الجامعه. يعني احنا عايزين ننقل الفكر والعلم بتاعنا اكتر. وبرد في صعوبه ان حد يجي من جامعه حلوان او جامعه بن هيخش؟ لا لا، ما فيش اي صعوبه. لا جاي يخش بالكارنيه عادي، بننسق مع الامن. بننسق مع الامن. بس احنا ان هو يجي عندنا النشاط الطلابي بتاعنا، لا احنا بنرحب باي جامعه. حضرتك احنا كل سنه بيتقدم لنا في اللجنه التنظيميه واللجنه الاكاديميه اكتر من 3000 طالب. بس احنا اللي احنا ساعاتنا اللي نقدر نستحملها كقاعات او صحيح. اماكن او شغل عشان نقدر نقدم الشغل بجوده عاليه جدا 450. بس ده كويس ان هو يعني عدد كويس، بيدل على ان الطلبه فعلا عايزه تتعلم لما بتلاقي مكان جاد وفعلا ما هوش مجرد ديكور كده فعلا، وهيستفيد بيبقى فيه اقبال فعلا. هو بيبقى فيه اقبال، بس برضو يعني جيلنا مش عايز ياخد معلومه يلا خد المعلومه دي اشربها بالظبط. احنا بنحتاج جيلنا ان هو يبقى فيه متعه مع التعلم. يعني ناخد المعلومه وفي نفس الوقت بطبقها، وفي نفس الوقت بهزر مع اللي بيتعلم. بس فده اللي بيخلي الناس تبسيط العلوم بقى يا خالد ولا ايه بالظبط؟ يعني انا حبيت المكان عشان مش عشان استفدت منه بس، عشان استفدت منه عشان الناس اللي فيه. بس بقى لك اصحاب وبقى لك بالظبط ناس وتخرج معاهم تشتغل برضو. انا في ناس تقريبا بين اهل. طيب لما انت بتعمل حاجه كمان وحد بيقول لك برافو انت عملت حاجه يا خالد، لقيت ساره جابت نمره اعلى منك او تفوقت، فانت ازاي بقى ولازم انت، يعني دي بتبقى حاجه كويسه برضه. طبعا. انما الدراسه النظري هتصم وتيجي ايه، طب مطلعهم في الامتحان كده في الورقه انت عارفه حضرتك اصلا ساعات احنا كطلبه يعني في ايب بنقعد نشرح لبعض حاجات. احنا ايب غيرت فينا المستوى الشخصي يعني جامد جدا في كل حاجة، علاقات تمام. صحاب خروجات كل حاجة فكرة نفسه. انت بتلاقي حد مثلا، يعني انا بالنسبة لي معاذ من الشخصيات اللي ممكن اكون واخدها قدوة الفترة دي. عمل حاجات كتير اوي وهو لسه طالب في سنة رابعة، فببقى عايزة ابقى زي معاذ وزي شاكر كده، بناخد من بعض، بنبقى عايزين نبقى احسن. بشكر احمد خلف من الهندسه الاذاعيه، هو جاب لنا اغنيه لطيفه، وهو طبعا بيتقابل معانا في عالم 108 ومشاركنا في الافكار بتاعتنا، وعمال يهزلي دماغه وكده، ومعجب جدا بمجموعه الشباب. يمكن مش انا لوحدي، واكيد اي حد هيسمع ان في طلبه
بتتدرب على المناهج بتاعتها وبتعملها. طلبت على فكرة إرشاد سياحي بيعملوا كده، بيروحوا الأماكن، وإحنا كنا بكلية أثار كده بتدرب. ده حاجة جميلة جدا. حول لك كلية نظرية كلية عملية. حاولت ان الكليه بدل ما انت عمال تحفظ، وانا بقول لك تجاره كانت عامله ازاي يعني، كانت كليه نظريه قبلنا. كانت كليه نظريه قبل طبعا لما نقايب تشتغل، ومعاز سنه رابعه ان شاء الله طبعا لما تسيب الكليه مش هت مش هسيب ايه كتخرج مش هتسيبها. خالد محمد يعني سنه تانية، و الودود دوت الطيوبه اتعلم، ده بكره ده بقى اسد، خدوا بالكم يعني بتغيروا اي بتغير الناس وبتخليهم افضل وبتخليهم اكثر منتجين. ساره علي انا سعيده بيكي جدا يا ساره. انت فاضلك سنه وتتخرجي يا ساره. انا مش عارفه، حاسه ان انت هتتخرجي تبقي مديره على طول، مديره البورصه يعني. عشان بس اللي هو بيقولوا الشباب وشباب ما عندوش خبره، لا انا اقدر اخلي الشباب عنده خبره، لان الاربع سنين من خلال طب ما انا يبقى عنده خبره 4 سنين بدل ما يخرج ويفضل يدور على الخبره وبعد كده يشتغل. خبره ايه ده؟ 20 سنه احنا بنساعده ناخد نديله خبره وهو لسه بيدرس. حتى الكلمتين اللي بيكون درسهم نظري بيكون طيب. انتوا في ظل الظروف وتفكيرات وارهاب ومش انا حاسه ان في ورده طلعت قدامي كده مفتحه، في بقعه نور، في اضاءه. هي ظروف البلد دي كانت في اول سنه كانت عاملين لنا عائق كبير جدا، وهي لغت المؤتمر بتاعنا في اول سنه اللي هي كام 2012 2013. السنه الدراسيه بتاعت 2012 2013 كان لغت المؤتمر بتاعنا تماما. ودي كانت بالنسبه لنا احنا بدل ما نبتدي احنا بنوقع بيوقعونا، بس احنا اصرينا نكمل في السنه الثانيه. انا كنت كرئيس اللجنه التنظيميه، اصرينا انا والتيم بتاعي كرئيس ومساعد رئيس اللجنه التنظيميه ايام الاخوان كانوا في مظاهرات غريبة جدا عندنا في الجامعة، بس احنا اصرينا نكمل رسالتنا التعليمية. احنا هدفنا هنفضل وراه وهننشره ومش هنزهق ابدا مهما كانت ظروف البلد، وان شاء الله ربنا يصلح حال البلد زي الفل مدام فيها شباب مصر ان ينهض بمصر. ان شاء الله ان شاء الله ده هدفنا طبعا، وهدفنا ننهض شخصيا وبعد كده ننهض بمصر، عشان مصر مش تنهض الا بمجهود الاشخاص. ومن تحت لفوق القاعده الشبابيه تطلع بالبلد. انتوا مش مستنيتوش دكتور يقول لكم تعالوا، الطلبه الخمسه اللي هم ما استنوش عميد الكليه يقول لهم يا اولاد تعالوا انا عندي. لا بالعكس، هم اللي كانوا بيتحايلوا على العميد عشان ينشروا الفكره، عشان كانت فكره جديده عندنا في الكليه. قعدوا حوالي يخلصوا الورق في حوالي على الاقل 6 شهور عشان يقنعوا اداره الكليه ان احنا عندنا فكره مقنعه. بس بعد ما اقتنعوا اداره الكليه غيرت فكرتها تماما عننا، والحمد لله. انا في النهايه بشكر ساره علي، معلش البنات بقى الاول سنه ثالثه كليه تجاره قسم لغه انجليزيه، ومعاذ محمد سنه رابعه، ونبارك لك ان شاء الله يا معاذ ان شاء الله، وخالد محمد سنه ثانيه اصغر الاعضاء سنا. وبشكر كمان اللي مجوش معانا اللقاء النهارده، بشكر اللي اسسوا الفكره واللي اشرف عليها واللي تبناها. وزي ما قلنا بعيد تاني يا وزاره الشباب، يا وزارة التعليم العالي، يا كل وزارات مصر، لحد رئيس الجمهورية، لحد رئيس الوزراء، لحد أي حد مسؤول في البلد يتبنى الأفكار دي عشان تبقى أكتر اتساعا، وورش العمل مطلوبة. وأنا بحييكم وبتمنى كل الشكر لأيب. نقول تاني الموقع، أقول الموقع تاني عشان الناس تزورنا عليه، ibegypt.com. زورونا على الموقع الالكتروني aib خفيفه e egypt معروفه.com. زورونا على الموقع بتاعنا وهتشوفوا كل حاجات جديده ان شاء الله. وقابلونا في 108 وعلى صفحتنا على الفيسبوك قابلني على 108. مع اجمل تحياتي كنت معاكم انتصار غريب واحمد خلف دايما معانا من الهندسه الاذاعيه. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. والاسم يا حلالي ساعة ما اقول يا مصر. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي. احلى بلد بلدي،
يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي سعيد مرموق. يا علينا نمد ايدينا، تكون ايامنا تكون ليالينا. نادي 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 علينا، نادي علينا نمد ايدينا، تكون ايامنا تكون ليالينا. نادي 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 علينا، تكون ارواحنا يا مصر علينا. يسقط نجم شهيد علشاني، يطلع نجم جديد ويلالي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، والاسم يحلالي ساعد مبروك. يا حياتنا وانت رايتنا، ادي الفرحة تفرش غيتنا. انت حياتنا، انت حياتنا وانت رايتنا، ادي الفرحة تفرش غيتنا. انت حياتنا، وادي النصر منور بيتنا. يسقط نجم شهيد علشاني، يطلع نجم جديد ويلالي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري.